الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو حكومته إلى كبح أسعار الفودكا المرتفعة في الوقت الذي يكافح فيه للحفاظ على شعبيته وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأبلغ بوتين مسؤولين في الحكومة بأن أسعار الفودكا المرتفعة تشجع على إنتاج مشروبات كحولية غير مرخصة، ما قد يؤدي إلى مخاطر صحية أكبر مقارنة بتلك المرخصة. وزاد الحد الأدنى لسعر التجزئة لنصف لتر من الفودكا بواقع 30% منذ العام الماضي إلى 4 دولارات، وتشرف الحكومة على تحديد سعر المشروب الروسي الشهير.